بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما زلنا أيها الأحباب مع الحكم لابن عطاء الله، ووقفنا في الأسبوع الماضي في الحكم على الحكمة 63. والحكمة 63 يقول فيها الإمام ابن عطاء الله: خف من وجود إحسانه إليك، خف من وجود إحسانه إليك، ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراج، أن يكون ذلك استدراج. تكلمنا شوي على هذا الباب، هذا أو هذه الحكمة 63. الإمام يقول فيها بأنه الإنسان يخاف من الله سبحانه وتعالى إذا أحسن إليه، والإنسان يسيء إلى الله. أنت تسيء إلى الله والله يحسن إليك، فإذا الله أحسن إليك وأنت أسأت إلى الله ربما يكون ذلك استدراج من الله إليك، لأن الله قال في القرآن الكريم: قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الاستدراج معنى أن ينتقل الإنسان من مكانة إلى مكانة أخرى، ومن مرتبة إلى مرتبة. الله يفتح عليك الأبواب ديال الدنيا وأنت تسيء إلى الله وهو يحسن إليك، فربما يكون هذا الإحسان مقابل الإساءة استدراج. الله كيف يفتح عليك باب حتى يأخذك أخذ عزيز المقتدر. والاستدراج كما قلنا هو كمون المحنة في عين المنة. المحنة تكون في عين المنة، أن الله يمن عليك في المحنة. وقلنا بأن الاستدراج هو مأخوذ من الدرج، أن الإنسان عندما يريد أن يصعد إلى الطابق الأول الثاني كيطلع درجة بدرجة درجة درجة. فالقرآن الكريم عبر عنها بماذا؟ بالاستدراج. سنستدرجهم، أي يعني نجعلهم يرتقون من درج إلى درج، ومن مكان مرتبة إلى مرتبة، وهو يعتقد بأنه هذا من الله. وعندما تسيء إلى الله والله يحسن إليك، فيجب عليك أن تراجع نفسك، عندك تقول بأن هذا من الله، الله فضلني. فإذا وسع الله عليك الأرزاق وأعطاك الله عز وجل الصحة وأعطاك المال وأعطاك كل ما تريد، لكن في المقابل لهذا الشيء كل شيء أنت ترد هذا الإحسان بالإساءة، تتعصي الله، تبارز الله، يعني تعبد غير الله، تحارب الله، يعني تكفر بالله، يعني هذا الإحسان الله يحسن إليك فأنت تسيء. فإذا كان هذا منك فهذا استدراج، يجب عليك أن تراجع نفسك لماذا أعطاني الله. وقلنا بأن يعني الله سبحانه وتعالى قال: إنما نملي لهم، إن يعني إنما نملي لهم، يعني أي نمدهم بالعوافي والنعم حتى نأخذهم بغتة. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. الله عز وجل كيف يفتح عليه واحد نعمة على الإنسان؟
لما يفتح عليك ينسى الشيء اللي كان فيه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ولكن لما يفتح عليهم الله عز وجل أبواب كل شيء يفرحوا بما أوتوا، يقولوا احنا على حق، يقول الله أخذناهم بغتة بدون إنذار، بدون سابق إنذار. وإحنا قلنا بأن لم يكن الزلازل المدمرة التي يرسلها الله عز وجل على هذا الكون على بعض الناس، الزلازل المدمرة ما يقدروش العلماء يتوصلوا لاكتشافات ديالها. يمكن يقدر يعرفوا الزلازل اللي يكون في واحد الدرجة اللي ما تدمرش، ولكن الزلازل اللي كتدمر المدن والقرى والبلدان والدول فلا يعرفها العلماء أبدا. لماذا؟ قال الله عز وجل حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم ماذا؟ بغتة، يعني فجأة ما فيش تخطيط ديال العلماء ولا دراسات ولا شيء، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وصلنا أيها الأحباب إلى الحكمة يعني الرأس 64. قلنا يقول الإمام ابن عطاء الله من جهل المريد أن يسيء الأدب، من جهل المريد أي الفقير إلى الله أن يسيء الأدب مع الله فتؤخر العقوبة عنه. فيقول هذا المريد أو هذا الإنسان أو هذا العبد لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد، لو كنت أنا نخطي مع الله لقطع عني الإمداد وأوجب الله عز وجل عني الإبعاد. فقد يقول الإمام فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر، ولو لم يكن إلا منع المزيد وقد تقام مقام البعد وأنت لا تدري، ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد، يخليك تترك في المعاصي، يتركك الله وأنت غادي تايه في المعاصي بدون أن تشعر وبدون أن تتذكر وبدون أن تعتبر، إلى خلق الله عز وجل غير في هذه المشكلة هذه المصيبة هذه وأنت غادي بها، فهذه أعظم مصيبة. أما إذا يعني ذكرك الله ورجعت أنك تبت إلى الله سبحانه وتعالى فلا. فلذلك يقول من جهل المريد الإنسان هذا أن يسيء الأدب مع الله، وعندما يسيء الأدب مع الله تؤخر العقوبة، هذه العقوبة لا تنزل في الحين الله. ومن رحمة الله أن الله عز وجل لا يعاقب في الحين، إن الله يمهل ولا يهمل، مش بحالنا احنا لما يدلك شي واحد شي حاجة ولا هذا تنتقل في الحين، ولكن الله عزيز قوي قهار يمهل ولا يهمل. أنت تعبد غيره وأنت تعصيه وتكفر به، ومع ذلك الله عز وجل يمدك بالمدد، يعطيك المال ويعطيك الطعام والشراب والصحة والأولاد والهناء والعقل وكل. ولو انتقم الله عز وجل منك في الحين لكانت مصيبة. فإذلك بعض الناس عندما تؤخر العقوبة عنه فيقول لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد، هذا الإمداد ما بقاش ينزل، وأوجب عني الإبعاد لكنت بعيدا عنه. ولكن يقول لك ابن عطاء الله فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر، المدد يقطع عنك من حيث لا تشعر. ولو لم يكن منه سبحانه وتعالى إلا منع المزيد وقد تقام مقام البعد وأنت لا تدري، معنى عندما يتركك الله عز وجل في غيك وفي ضلالك وفي جهلك بدون أن يعني يردك إلى الطريق وبدون أن يهيئ لك إنسانا يردك، فتبقى أنت غادي تاه 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 حتى تجي على 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 رأسك في جهنم والعياذ بالله. وصلنا يعني القول الله عز وجل القصة دي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام هذه وقفنا عليها عند قول الله عز وجل قال له وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليه. وهذا مثال عجيب جاء في القرآن الكريم، لأن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كانت عنده هذه العصا يتكئ عليها ويعتمد عليها ويركن إليها لأنه يحبها
قال الله له يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ماذا قال الله له؟ قال ألقها يا موسى، ألقها هذه العصا، ألقها في الأرض. فألقاها وهو يحبها وعنده فيها عوامل يتكئ عليها، يهش بها على غنم، يعني يدافع بها عن نفسه. الله قال لي هذه العصا اللي انت تحبها فيها الصفات كلها، لحها. فرماها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، لما رماها في الأرض رجعت العصا حية تسعى، رجعت العصا حية نفعة. ماذا قال الله له؟ قال له خذها ولا تخف. كان الفرق بين الأخذ الأول والأخذ الثاني. الأخذ الأول عندما أخذ موسى عليه الصلاة والسلام العصا كانت عنده فيها، كان معتمدا عليها وكان عنده فيها مآرب ولي فيها مآرب أخرى، لأنه لم يأخذها بالله، لم يأخذ العصا لله، إنما أخذها من تلقاء نفسه. فلما قال الله له ارميها فإذا هي حية تسعى، قال الله له خذها ولا تخف، سنعيدها سيرة سيرتها الأولى. فأخذ موسى عليه الصلاة والسلام العصا. فالأخذ التالي ليس هو الأخذ الأول، الأخذ الأول كان من تلقاء نفسه، والأخذ الثاني كان بأمر الله. وعندما تأخذ الشيء بأمر الله عز وجل فلا تخف، حتى لو كان دنيا، حتى لو كان الدنيا. فأنت عندما تأخذ الدنيا، ولذلك قال مثل الإمام رحمه الله عن الشارح، قال عندما يقال للإنسان في نفس المشكلة كما قال الله لموسى، يقال للإنسان ما تلك بيمينك أيها الإنسان؟ ويقول هذا الإنسان هي دنياي أعتمد عليها، هي دنياي مال فلوس دنيا أعتمد عليها، أخلص بها اللويي وعندي بها كذا، ونسافر بها ونشرب بها السيارة وندير بها ونأكل ونشرب، هي دنياي جيب أعتمد عليها وأقضي بها مآربي. فيقال له، يقال لهذا الإنسان ما لم أنت معتمد على الدنيا وفي الأخذ ديالك الأول أخذتها من تلقاء نفسك ليس بأمر من الله، ارميها، ارمي هذه الدنيا. فيقال له ألقها من يدك فإذا هي حية تسعى، كأن الدنيا تلدغ هذا الإنسان، تلدغه كما الحية كذلك تقرص، كذلك الدنيا تقرص الإنسان وهو لا يشعر. فإذا أيس منها واستأنس بالله واطمأن به قيل له خذها، ارجع إلى الدنيا وخذها، خذها من طرق شرعية، خذ هذه الدنيا من طرقها الشرعية. فعندما أخذ الأخذ الأول كان الاعتماد على الدنيا وعلى المال وجعل الدنيا في قلبه، ولكن الأخذ التالي أيها الأحباب أخذها بالله، لأن الله قال له خذها ولا تخف سنعيدها لك سيرتها الأولى. تصبح الدنيا تخدمك، مش أنت اللي تخدم الدنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا لمن؟ للإنسان، وليس الإنسان خلق للدنيا، الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. كونوا أيها الناس دائما تكونوا من أبناء الآخرة، تكونوا من أبناء الدنيا. الدنيا هذه فايتة وزيلة وما تدوش، لو كانت الدنيا تدوم لأحد لدامت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما يرجع الإنسان إليها مرة أخرى ويأخذها بالطرق الشرعية يجعلها في يده ولا يجعلها في قلبه. وكيف الفرق بين أن يجعل الإنسان أن يدخل إلى الدنيا ويضعها في قلبه، وبين واحد إنسان يدخل إلى الدنيا ويضعها في يده؟ هذا الذي يضعها في قلبه تشغله عن كل شيء، عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصيام، عن الأحباب، عن الطاعة، عن المسجد، عن ذكر الله، عن مجالسة الصالحين، عن أن يكون متواضعا، المجالس للفقراء، لأنه شغلته
ولذلك الله عز وجل قال في شأن هؤلاء الناس قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ماذا؟ عن ذكر الله. لا تلهكم يعني دما تدخل هذه الأشياء إلى قلوبنا تشغلنا وتلهينا عن ذكر الله. وذكر الله عز وجل قال بعض العلماء هو الصلاة. أما إذا جعلها الإنسان في يديه أيها الأحباب يأكل ويشرب ويلبس ويتمتع ويشتغل ويسافر لكن أخذها بما في طاعة الله، هذا فرق. لا تشغله. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحاب رسول الله، كانوا أغنياء بالمال. سيدنا عثمان جهز جيشا كاملا غني، ولكن هذا الغنى لم يجعله أنه يتعاظم على الناس ويجعل الدنيا في قلبه وتكون الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه أبدا، وإنما كان يتمثل ويقول كما قال رسول الله: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. هذا أيها الأحباب، لأن لما يرجع الإنسان الدنيا مرة أخرى، ولذلك العلماء يقولون يجب عليك أن تترك الدنيا، ديرها بالدمك وبعد ذلك ترجع إليها مرة أخرى وتأخذها بالله ليس بنفسك. لأن عندما تأخذها بنفسك وتوكل أنت إلى الدنيا فلا تستطيع، لأن الدنيا أيها الأحباب عبارة عن ماذا؟ عن يعني امرأة، أو عبارة عن أن إنسان الدنيا محزمة ودين الحزام وهي غادية هاربة وحنا تبعينها باش يشدوها وهي ما يقدرش يشدوها أبدا. لكن الإنسان عندما يأخذها بالله، أي الدنيا يأخذها بالله عز وجل، تصبح الدنيا تتبعه وهو لا يريدها لأنه يعرف قيمتها. ولذلك كان سيدنا علي يعني يمثل الدنيا كمخلوق ويقول لها: يا دنيا يا دنيا غري غيري. شوف شي واحد اللي هو غافل غره، أما أنا يقول سيدنا علي أنا أعرفك وأعرف قيمتك وأعرف مكانتك. فيعني يخاطب هذه الدنيا كأنها يعني مغرورة تغر الإنسان وتجعله يتبعها. هكذا كان يعني الصحابة رضي الله عنهم ينظرون إلى هذه الأشياء. فلذلك الأدب يجب على الإنسان أن يكون مؤدب، أن يكون مؤدب. يعني ما يمكنش لما أنك تدير المعاصي أن تسيء الأدب مع الله وتؤخر العقوبة عنك فتقول: ما دام العقوبة لم تنزل فأنا على حق وأنا على الصواب وأنا عندي حسن أدب مع الله. ما دام الله لم ينزل بعقوبة ولم ينزل بمصيبة فأنا على حق، فالله عز وجل يؤخر لك العقوبة لكي تتوب إلى الله ولكي ترجع إلى الله ولكي يعني تفكر، لكي يعطيك وقت، وربما هذا الوقت يمكن العمر، يعني يمكن الإنسان 80 سنة و90 سنة هو في المعاصي ويؤخرك الله ويقول الله لك: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي أولم نعطيكم عمرا ليتذكر فيه من أراد أن يتذكر. يعني لما ما تذكرش الإنسان عنده 20 سنة يتذكر 40، وإذا ما تذكرش 40 تذكر 60، وإذا ما تذكرش 60 تذكر 80، وبعض الأحيان يموت الإنسان وهو لم يتذكر ولم يريد أن يتذكر. فيقال يقول الله له لهؤلاء الناس: أولم نعمركم، أي أولم نعطيكم عمرا ليتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. جاءكم النذير يعني إما أن النذير هو الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذير. وإما أن النذير هو الشيب الذي يظهر في الإنسان بعدما كان رأسه أسود أصبح رأسه أبيض،
بعدما كان يرى 10/10 أصبح يشوف بعدني واحد النسبة قليلة جدا، تعطيه رخص يشوف بها كذا بعيد. بعدما كان ينام 8 ساعات وعشر ساعات يصبح كينعس ساعتين ونقول لك ودي ننعس ونبغي. بعدما كان يأكل كل شيء أصبح لا يأكل إلا القليل، لأن الشهية تسدد كبر في السن، جاءت الأمراض السكر والملح طانسيو ها، ولا كي يأكل شنو غير ربع غير الصلاة حد الزرفة. تعرفوا الزرفة هيك؟ الزرفة هذه كي اسمها فرنسوية ها؟ الجراف، الجراف هذه عندها العنق كبير، هي تاكل غير الشيء اللي في الجر، ما تقدرش بزاف تهود الرزينه لتحت يعني. فيصبح هذا الانسان مثله مثل الزرافه، يعني ياكل غير ربع، حط قال لك غير الصلاه وكذا، كل اخر رزق ذلك، قال لك لا الطبيب حيد هذه والطبيب حيد هذه والطبيب حيد هذه مشكله. ف يعني تصبح يعني امواله حرام عليه، المال ديالو يصبح حرام عليه، ما يقدرش ياكل. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. جاءكم النذير، جاءكم النذير ولم تعتبروا، جاءكم النذير ولم تتذكروا، جاءكم النذير ولم تفكروا، تعتقدون بأنكم دائما قد تبقوا على حالة. ماذا يقول الله لهم بعد ذلك؟ فذوقوا فذوقوا فما للظالمين من نصير. وذوقوا هذا تهكم من الله واستهزاء من الله لهؤلاء الناس، لأن كلمة ذوق، هذا الذوق لا يمكن أن يكون إلا في شيء جميل. لما تقول الإنسان ذوق الطعام، لا ذوق الشاي واش حلو ولا مسوس، ذوق هذه المأكولة، ذوق هذه المشروبة، ذوق هذا النعيم، ذوق يعني. ولكن عندما يقول الله عز وجل لبعض الناس ذوق، فهو استهزاء، لأن الذوق لا يكون إلا في شيء جميل. ولكن هذا الذوق الذي قاله الله، قال لهم ذوقوا عذاب جهنم، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، فذوقوا فما للظالمين من نصير. هم جهنم يقول لهم ذوقوا العذاب، ذوقوا العذاب، ذوق، مع أن الذوق لا يمكن أن لا يكون يعني في اللغة العربية إلا في شيء جميل. لكن عندما يستعمل هذا الذوق في العذاب فهو تهكم. تصور يعني إنسان جهنم ويقول الله له ذوق، هذا يعني لا. فلذلك أيها الأحباب، هذا الأدب يجب أن يكون مع الله سبحانه وتعالى. عندما يكون الأدب مع الله سبحانه وتعالى عندك، يعتبر الإنسان ويخير الله عز وجل عنه العقوبة، يقول أنا نجيت وأنا فلحت وأنا فزت. أبدا، فلو أراد الله أن يأخذنا بالذنوب، بذنوبنا كل واحد يأخذ بالذنوب، احنا قلنا كما قال الله ما ترك على ظهرها من دابة ولو يواخذ الله الناس بظلمهم، يعني لو يواخذ الله الناس بالظلم الذي يفعله الناس في الأرض ما ترك على ظهرها على ظهر الأرض من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى. الله يصبر، الله سبحانه وتعالى يصبر على ظلمنا، احنا نظلمه ويصبر علينا، ما يعجلش بالعقوبة. ولكن احنا ما عندناش الصفات ديال الله، بمجرد واحد يدير لك حاجة ولا يقول فيك كلمة ولا يشوف فيك واحد شوفها، يعني لو كان عندك قوة يمكن تزيله من الأرض، لكن الله سبحانه وتعالى قادر باش يزيل كل مخلوقات. ومع ذلك ها الله سبحانه وتعالى نحن نعبده غيره ونحن نشرك به سبحانه وتعالى وهو يرحمنا. أنا حكيت لكم قصة لسيدنا إبراهيم، دائما نحكيها. سيدنا إبراهيم كان عندما يحط الطعام دائما يبحث عن إنسان باش يأكل معه الطعام. فقال لك ذات يوم لما حط طعام يبحث، خرج يبحث عن إنسان ضيف باش يأكل معه الطعام. فعندما جاء الضيف سأله إبراهيم ما اسمك؟ قال اسمي فلان. وشنو دينك؟ قال ديني أنني أعبد الكواكب النجوم، أنا ما نعبدش الله. قال إذا أنت تعبد الكواكب يعني النجوم فلا تأكل طعامي، ما تأكلش طعام ديالي، أنت كافر تعبد غير الله، فاجرع عليه.
ذهب الرجل هذا في ذاك الوقت كان صحراء ما كانش البشر بحال اليوم، كان يمشي الانسان واحد عدد ديال الاميال باش يلقى مخلوق. فذهب الرجل فاوحى الله الى ابراهيم في الحين، انزل عليه جبريل اوحى اليه قال له يا ابراهيم هذا الرجل جاء ياكل معك الطعام، فسالته ما تعبد؟ قال لك اعبد الكواكب، فمنعته الطعام وهو عمره 80 سنه، وانا الذي خلقته ورزقته واعطيته كل شيء وهو يعبد غيري، ومع ذلك ما حبسش عليه المدد، ارزقه واعطيه كل شيء. فذهب ابراهيم حتى وصل اليه ولقاه غادي في الطريق، قال له تعالى كل طعامي واعبد ما شئت، اجي كل طعام ديالي واعبد اللي حبيت. قال كيف؟ قال لان الله انزل علي فيك وحيا. قال كيف هذا الوحي؟ قال الله سبحانه وتعالى يقول لهذا الانسان يعني انا الذي خلقته وانا الذي رزقته وهو يعبد غيري، ومع ذلك ما حبسش عليه النعم. وانت جا عندك واحد النهار ويتشارك معك واحد الوجبه ديال الطعام وحبست عليه كل شيء. قال الله يعني اوحى اليك يعني في حقي؟ قال نعم. قال اذا انا اشهد ان لا اله الا الله وانك خليل الله، فدخل في الاسلام. هذه رحمه الله ايها الاحباب، وهذه الرحمه هذه خصنا نتصفوا بها احنا. احنا اليوم نريد ان نعادي العالم كله علاش؟ لانه هو ماشي مسلم، ناس ماشي مسلمين نجعلهم اعداء، ونريد ان ندخل الناس كلهم في الاسلام. هذا خطا، هذا في مخالفة، هذا الفهم في مخالفة حتى القرآن. حتى القرآن الكريم اعترف بأن فيه مسلمين وفيه غير مسلمين، وقال يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، اعترف بأن الوجود ديالهم موجود، عندهم ديانة وعندهم شرك وعندهم كفر وما فيش مشكلة يعني، ولكن بشرط أنك تتعايش معهم، ولكن حافظ على دينك ولا تطع الكافرين والمنافقين. هذا اعتراف من الله عز وجل بأنه يمكن أن يكون غير المسلمين ويمكن أن يبقوا على دينهم، لكم دينكم ولي دين. فمن جعل فكره أن كل نفس يدخلوا في الدين واللي ما دخلش العدو ديالي خصنا نقاتلوا خصنا نحاربوا، هذا في مخالفة يعني حتى القرآن، حتى النص للقرآن الكريم. قال الله عز وجل لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. اعترف لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير، إليه نرجع، إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الأحباب عن الأدب مع الله مطلوب، ولما يفتح عليك الله عز وجل باب من الأبواب ديال الدنيا يجب عليك ديال الحسابات ديالك، وخصك تقدم مع الله، وخصك ترد النعم، الإحسان ترده بالعبودية، أنك تعبد الله ماشي تكفر بالله سبحانه وتعالى. لأن الله قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول الإمام ابن عطاء الله في الحكمة الثانية إذا رأيت عبدا أقامه الله بوجود الأوراد وأذامه عليها مع طول الإمداد فلا تستحقرن ما منحه مولاه، لأنك لم ترى عليه سيما العارفين ولا بهجة المحبين، فلولا وارد ما كان ورد. هكذا يقول الإمام في الحكمة 65. هذه الحكمة هذه يقول فيها الإمام رحمه الله، عندك تشوف واحد الإنسان أقامه الله عز وجل بوجود الأوراد، معنى واحد الإنسان دار الله عز وجل في طريق الله، في الدعوة إلى الله، في العمل بالله، في يعني أنه داره في واحد الطريق ينصح الناس، داره في واحد الطريق ويقول شوف هذا الإنسان هذا فين، وتبقى تشفى فيه، لأن كل واحد دار الله عز وجل في واحد المكان، واحد في الدعوة، واحد في العبادة، واحد في العمل، واحد في الصلاة، واحد في التعليم، واحد في التوجيه، واحد في الإصلاح،
واحد يعني في السياسة كل واحد داره في مكان. فيقول الإمام إذا رأيت عبدا أقامه الله بوجود الأوراد، معنى أنه حافظ على الأوراد، والأوراد هي الشيء الذي يكون منك إلى الله، والوارد هو الشيء الذي يكون من الله إليك. فإذا أقام الله عز وجل أحدا يعني بوجود الأوراد وحافظ على أوراده، وأذامه الله عز وجل على الأوراد مع طول الإمداد أن الله يمده، فلا تستحقرن ما منحه مولاه، أنك تحقرت في الشيء اللي أعطاه الله عز وجل، لأنك لم تر عليه سيما العارفين ولا بهجة المحبين. فلولا وارد ما كان ورد، لولا الوارد الوارد من الله ما كان الورد من هذا الإنسان. فدائما العلاقة تكون بين الإنسان وبين الله، هذا الإمداد دائما يكون بين الإنسان وبين ربه. فلذلك يقول الإمام رحمه الله أن لا يستحقر الإنسان شيئا من تجليات الحق على الإنسان، فلا ينبغي أن ينازع مقتدر، ولا أن يضاد قهار، ولا أن يعترض على حكيم. فإذا رأيت عبدا أقامه الحق سبحانه وتعالى بوجود الأوراد ككثرة الصلاة وكثرة الصيام وكثرة الذكر وتلاوة القرآن والاجتهاد في العبادة، وأدامه الله عليها مع طول الإمداد استمراره في الباطن وصرف يعني الشواغل والشواغل، لكنه لم يفتح عليه في علم الأذواق، إنما هو فتح عليه في علم الأوراد. وعلم الأذواق هو أن يتذوق يعني بملذات الدنيا، إنما هو فقط مع الأوراد. فلا تستحقرن حاله وما منحه مولاه سبحانه وتعالى، لأنك لم تر عليه سيما العارفين من السكينة والطمأنينة وراحة الجوارح والقلب، لأنه يرضى بالتسليم والرضا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وسيم العارفين أو علامة العارفين باش نعرفوا واحد الإنسان أنه عارف بالله سبحانه وتعالى أو أطلق عليه العارف بالله، قال العلماء أولها الإعراض عما سوى معروفهم بكل حال. وعلى كل وجه الثاني يعني العلامة الثانية الإقبال على الله بترك الحظوظ. الحظوظ معناه الحظوظ يعني الحظ ديال النفس من الشهوات والملذات كلها، أنه يقبل على الله بترك الحظوظ الشهوات كلها وإقامة الحقوق، ترك الحظوظ وإقامة الحقوق، أنه محافظ على الحقوق ديال الله عز وجل. الثالث الرضا عنه في مجال الأقدار، كل ما قدره الله لك فيجب عليك أن ترضى به. هذه علامة علاش؟ على سمة من سمة العارفين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك فلذلك فكيف تستحقر من دامت خدمته واتصلت أولاده؟ هو في خدمة الله والأوراد دائما يحافظ عليها، كل صلاة كل صيام كل ذكر كل يعني الأوراد دائما مع الله. فلولا وجود الوارد العطاء من الله عز وجل الإلهي في باطنه ما قدر هذا الإنسان على إدامة أوراده، لكن الله عز وجل جعل فيه قوة يحافظ. ترى الإنسان في ناس يقرؤون القرآن كل يوم، في ناس يختمون كل يوم القرآن، ولكن فيه ناس قريب يقدش، فيه ناس يقومون كل اليوم الليل، فيه ناس كل خميس واثنين يصومون، فيه ناس يتصدقون، كل واحد الله عز وجل داره في واحد المكانة. وهذا فضل من الله، لأن الله عز وجل قال فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ما زكى لولا فضل الله، والفضل هو إعطاء الشيء بلا عوض، ورحمة الله ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، هكذا يقول الإمام رحمه الله. ما عمرك أبدا تحقر شيء واحد، شوفوا في العمل هذه وفي الطاعة هذه وفي الذكر والمحافظة
وربما تقول شوف هذا الإنسان مش. لا، هذاك الله عز وجل خلق فيه واحد أقل اللي ما عندكش أنت. والناس خلقهم الله عز وجل وجعلهم مختلفين، وهذا اختلاف فطري، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ثم أن الإقامة على دوام الأوراد هي خدمة الجوارح. الجوارح هذه تكون في خدمة الله، وهذه صفات من صفات العباد الزهاد الصالحين، هيك يكون عنهم الوصف دائما ترى في خدمة الله عز وجل. ومن هذه الأشياء ينتقل إلى عمل القلوب، وعمل القلوب هو يكون من أهل المحبة والمعرفة، وهم العارفون وكلهم عباد الله. ولذلك قال الإمام في الحكمة 66، قال: قوم أقامهم الحق لخدمته، وقوم اختصهم بمحبته، وقال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ذلك يعني قوم من الناس، جماعة من الناس أقامهم الله، خلقهم الله عز وجل ودارهم في الخدمة ديالهم، حياة ديالهم كلها، حياتهم كلها في خدمة الله. وقوم خلقهم الله عز وجل وجعلهم في محبة الله، وكل من الفريقين هؤلاء الذين هم في خدمة الله. وعندما نقول في خدمة الله فيكونون في خدمة الناس، في خدمة الناس. فأنت عندما تكون في خدمة الناس فأنت في خدمة الله، لأن كاين بعض الناس خلقهم الله ولم يتركهم لأنفسهم، إنما جعلهم في خدمة الناس. ترى هذا الإنسان يشتغل مع الناس جميعا، يمشي مع هذا ويعمل مع هذا ويدير مع هذا ويمشي عند الآخر ويزور هذا المريض ويصالح بين الناس. سبحان الله، قوم خلقهم الله عز وجل وأقامهم الحق في خدمته، وقوم اختصهم الله عز وجل بمحبته. فقال الإمام: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فالعباد أو العباد المخصوصون بالعناية على قصرهم كما جاء في الحكمة، قوم وجههم الحق لخدمته وأقامهم فيها، وهم أنواع. فمنهم من هؤلاء الناس من انقطع في الفيافي في السحاري والقفار لقيام الليل وصيام النهار، وهم العباد الزهاد، يعني مقاطعين عن الناس وفي طاعة الله عز وجل، لا يلتفتون أبدا إلى الدنيا. ومنهم من وجهه الحق لإقامة الدين، لإقامة الدين وحفظ شرائع المسلمين، يقرأ العلم ويبحث ويدرس ويتعلم، وهم العلماء الصالحون. ومنهم من أقامه الحق لنصرة الدين وإعلاء كلماته، وهم مجاهدون في سبيل الله، يقفون على الطغور تلا يهجم العدو. ومنهم من أقامه الحق سبحانه وتعالى لتمهيد البلاد وتسكين العباد في خدمة الناس، وهم الأمراء السلاطين. ومنهم وقسم أقامهم الحق لمحبته واختصهم بمعرفته، فهم يبحثون على محبة الله ويعرفون الله، وهم العارفون بالله. وبين هذه المجموعات فرق كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، لأن أهل الخدمة عندما يكون الإنسان في الخدمة فهو طالب للأجر، يعني كي يشتغل خصو الأجر. وأهل وشو الفرق بين أهل الخدمة وأهل المحبة؟ أهل الخدمة عندما يخدم فهو يريد أجرا على ذلك، إذا كان مع الناس يريد أجر يتقاضى، وإذا كان مع الله يريد أن يدخله الله الجنة. وأهل المحبة رفعت عنهم الستور، معنى فقط يريدون أن يترددوا بمحبة الله. قال الله عز وجل فيهم: لا نريد منكم
جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لأن أهل الخدمة طالبون الأجور، وأهل المحبة رفعت عنهم الستور. أهل الخدمة يأخذون أجورهم وراء الباب، وأهل المحبة في مناجاة الأحباب. أهل الخدمة مسدول بينهم وبين بينه الحجاب، وأهل المحبة مرفوع بينهم وبينه الحجاب. أهل الخدمة من أهل الدليل، يعني بكل حاجة عن بروف دليل حجة. وأهل المحبة من أهل الشهود والعيان، كل حاجة يبغي يشوفها ديركت. لا إله إلا الله. أهل الخدمة لا تنفك عنهم الحدود الشهوات، وأهل المحبة يعني تصب عليهم الحدود، الحدود تبعهم هم مبغوش. أهل الخدمة محبتهم مقسومة، وأهل المحبة محبتهم مجموعة. فلذلك دام أهل الخدمة في خدمتهم، ونفذ المحبون إلى شهود محبوبهم. وهذه المراتب أيها الأحباب لا يمكن أن يصلها إلا الكمال والزهاد والعباد الذين عرفوا الأسرار للقرآن، وأعرفوا أسرار السنة، وعرفوا أسرار العلم. ولذلك قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله، قال: اطلع الله على قلوب أوليائه. أبو يزيد البسطامي هذا من العلماء الأجلاء، قال: اطلع الله على قلوب عباده فوجد هذه القلوب للناس، فمن القلوب من منهم من لم يصلح لحمل المعرفة، يعني صرف فشغلها بالعبادة، معرفة ما عندوش العبادة، فقد جعله في عبادة الله يتلدد بطاعة الله عز وجل، لكن المعرفة لا يقدر أن يبلغ إلى الناس. وهذه أصناف من الناس، الناس مشي كلهم، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق من خلال. حتى القرآن الكريم جاب التقسيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم هاد الناس ورث هادو اللي قال الله عز وجل: أورثنا الذين اصطفينا من عباد، فمنهم ظالم لنفسه، من هؤلاء الورثة ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق من الخيرات. فمنهم ظالم لنفسه، يعني فرط وضيع الفرائض والنوافل، لم يعمل فرضا ولم يعمل نفلا. ومنهم مقتصد المحافظ على الفرائض، ومنهم السابق بالخيرات. وشكون هو؟ هو اللي محافظ على الفرائض وزيد النوافل، حافظ على الربح ورأس المال، ها؟ على رأس المال اللي هي الفرائض، وزيد الربح اللي هو النوافل. أما الظالم لنفسه فضيع رأس المال وضيع الربح. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهذه درجة عالية، هذا السابق بالخيرات، اللهم اجعلنا منهم. فلذلك رسول الله صلى بالمسلمين صلاة الصبح وقال له: أيها الناس، من منكم أصبح صائما؟ شكون فيكم اليوم أصبح صائم؟ ما كانش رمضان. سكت الناس كلهم، صحابة، قال أبو بكر: أنا يا رسول الله، أنا نويت أن أصوم قبل أن أتي لصلاة الصبح، نويت باش نصوم اليوم. ثم قال لهم الرسول: من منكم تصدق على مسكين؟ شكون يصدق على مسكين اليوم قبل ما يجي؟ سكت الصحابة كلهم، فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله، لما كنت جاي المسجد لقيت فقير مسكين في سبيل الله، أعطيته الشريك قسم الله. قال لهم الرسول: من منكم زار مريض؟ شكون فيكم زار مريض اليوم؟ كل شيء الصحابة سكتوا. قال: يا رسول الله، أنا قبل أن أتي لصلاة الصبح كان أخي عبد الرحمن بن عوف مريض فزرته في بيتي. فقال له الرسول:
أنت السابق بالخيرات، أنت السابق بالخيرات، أنت السابق بالخيرات. إن هذه درجة عالية جدا، حافظ على الفرائض وزاد النوافل، أنت السابق بالخيرات. فلذلك يعني أهل الخدمة اللي قلنا بأنهم يريدون على خدمتهم أجرا، تجلى لهم الحق بصفات الجلال أو بصفة الجلال، فصاروا مستوحشين من الخلق، قلوبهم شاخصة لما يرد عليها من حضرة الحق، قد نحلت أجسادهم واصفرت ألوانهم وخمصت بطونهم وبالشوق ذابت أكبادهم وقطعوا الدياجة أو الدياجي يعني بالبكاء. أما أهل المحبة، إحنا قلنا قسمين، أهل المحبة تجلى لهم الحق بصفة الجمال، لأن الله عز وجل عنده صفة الجلال وعنده صفة الجمال. هؤلاء أهل المحبة يعني تجلى الله لهم بصفة الجمال، فعندما تجلى الله لهم بصفة الجمال سكروا يعني محبة الله عز وجل، فشغلهم المعبود يعني أن يكونوا من العباد ولا من الزهاد، اشتغلوا بالظاهر والباطن وهو الله، فحجبوا عن كل ظاهر وكل باطن. وهذا هو عن النوع اللي خصكم منه الإنسان، سواء من صفات الجلال ولا من صفات الجمال. والصفات الجلال وصفات الجمال عندما نقرأ يعني أسماء الله الحسنى نجد فيها صفات الجلال وصفات الجمال. فمن الناس من غلبت عليه صفة الجلال، ومن الناس من غلبت عليه صفة الجمال. ويعني الحق أن الناس الذين غلبت عليهم صفة الجمال هم الأحسن، يعني درجة عالية جدا. فانتقل الإمام رحمه الله يعني إلى باب آخر وهو الباب الثامن. قال: إذا أراد الله أن يصطفي عبدا لحمل معرفته وينقله من تعب خدمته، يعني قوى الله عز وجل عليه الواردات الإلهية، احنا قلنا الواردات هي من الله، فجذبته إلى الحضرة الربانية، وهي مواهب لا مكاسب. هذه مواهب يعني ما يقدرش يوصل لها الإنسان بالعبادة ولا بالطاعة، مواهب من الله يعطيها من يشاء من عباده. هذه مواهب لا مكاسب، يعني لا يصل إلى الإنسان بالكسب، تنال بأعمال لا مكاسب، يعني تنال بأعمال ولا بحيل، ما يمكنش يوصل لها الإنسان بالحيل. ولذلك قال الإمام: قلما تأتي الواردات الإلهية إلا بغتة، صيانة لها أن يدعيها العباد بوجود الاستعداد، لأن ربما تجيك حاجة وأنت مستعد لطاعة الله بالعبادة والصلاة والزكاة والصيام والحج، تقول أنا وصلت إلى هذا بماذا؟ لأنني كنت مستعد وكنت أعمل، كنت أعبد، كنت أقوم، كنت أصلي، كنت أذكر. فهذه تأتي مواهب من الله، تأتي مواهب من الله عز وجل. فلذلك الإمام القشيري رحمه الله قال: الوارد هو ما يرد على القلوب من الخواطر المحمودة، الشيء اللي كيجي على القلب من الخواطر اللي هي مزيانة، لا يكون للعباد فيها تحمل. والواردات أعم من الخواطر، لأن الخواطر تختص بنوع الخطأ أو ما تضمن معناه، والواردات تكون واردات سرور. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني هذا نوع خاص من النفحات الإلهية يعطيها من يشاء من عباده، اللي يبغى الله عز وجل كي يعطيها الأشياء، هذه النفحات الربانية. وهذه النفحات تأتي على قلوب الناس، بعض الناس، أو تأتي على القلوب أو الأرواح، فتغيب القلوب في حضرة علام الغيوب، وتغيب عن الأرواح والأسرار في جبروت العزيز الجبار. ولذلك قالوا: إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقاء، نعم ترقص الأشباح يا جاهل المعنى. إذا اهتزت الأرواح
شوقا إلى اللقاء، إلى لقاء الله عز وجل. نعم يعني ترقص الأشباح، والمقصود بالأشباح هي الدوات، يا جاهل المعنى، يا من جاهلت هذه المعنى فلا تنكرها على أحد رأيته وصل إلى هذه المكانة من محبته لله فأصبح يرقص بدون أن يشعر، وهذا فضل من الله عز وجل. وقلما تأتي هذه الواردات إلا بغتة، يجي الإنسان كتجي غير بغتة، شوف العبادة ديالو ولا أبدا من الله، لا تنال بالاكتساب حتى بالعلم، وإنما هي فتح من الكريم الوهاب، ولو كانت تنال بجد واجتهاد لادعاها العباد والزهاد بأجوب التأهب والاستعداد، فتصير هذه مكاسب الأحوال، مكاسب أحوال. ولذلك يقول الله عز وجل اختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، اختص برحمته من يشاء اللي يبغى والله ذو الفضل العظيم، شي كل شي الناس. وهذا أيها الأحباب اختيار من الله عز وجل، اختيار من الله عز وجل. والإمام يقول في حكمة الثامنة والستين قال من رأيته مجيبا عن كل ما سئل ومعبرا عن كل ما شهد وذاكرا لكل ما علم فاستدل بذلك على وجود جهله. ما تشوف واحد مثلا كل ما سأل الناس سؤالا يجيب، كل ما جاءه إنسان رأى رؤيا يعبر، وكل ما رأيت أحدا ذاكرا لكل ما علم يتذكر، فاستدل بذلك على وجود جهله لأنه يعرف كل شيء. وعندما ترى الإنسان يدعي العلم في كل شيء فيقول الإمام على بأن هذا الإنسان جاهل، لأنه يجيب عن كل ما سئل. والله عز وجل قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فأي جهل عظيم أعظم ممن يعارض كلام الله. ولذلك قال الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجر، يعني من أجر، وما أنا من المتكلفين. إمام مالك رحمه الله سئل عن 32 مسألة، 32 مسألة، فأجاب عن 3. إمام مالك جاوب على 3، و29 قال لهم ودي الله أعلم، الله أعلم، أنا عارف. قال لهم لا تنظروا إلى طول لحيتي ولا إلى اجتماع الناس حولي، ارجعوا إلى بلدانكم وقولوا بأننا سألنا مالك كذا يعني 30 مسألة فأجاب عن 3 أخرين قال الله أعلم. وهذا ما ينقصش من القدر ديالي. لكن يعني ترى الناس اليوم يجيبون عن كل سؤال ويتكلمون في كل علم ويتذكرون كل شيء، وهذه مسألة تدل على أن الإنسان جاهل. ومن قال لا أدري علمه الله ما لا يدري. قد يكون السائل متعنتا لا يستحق جوابا، لأن أنت عندما تسأل أو يسألك أحد في بعض الأحيان تقول لا تجب، وهذا لا يعتبر من كتمان العلم، لأن بعض الناس يعني كيف يفسروا بعض آيات في القرآن الكريم على حسب المخدر. قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. يقول لكم ماذا أنت تكتم العلم فأنت داخل في هذه الآية، ومن كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من النار. فكتمان العلم في بعض الأحيان يكون ضروري أن تكتمه على بعض الناس، وفي بعض الأحيان يكون
إظهار العلم واجبا. ولذلك لما سئل مالك رحمه الله عن 32 مسألة فأجاب عن 3 وقال في الباقي لا أدري، فقال له السائل وما نقول للناس؟ فقال لهم مالك رحمه الله قال فقال قل لهم قال مالك لا أدري، أنا ما يعرفش. وأيضا إجابة كل سائل جهل وضرار، إذ قد يكون السائل متعنتا لا يستحق جوابا، متعنت، وقد تكون المسألة التي سأل عنها لا تليق به لأنه لا يفهمها، أنت ربما تجاوبه غادي تسنو. والعالم هذا من حقه أنه ينظر إلى عن السائل باش يمكن تشوف الحالة ديالو باش تجاوبه، إذا كان يعني هذا الإنسان الذي سأل يستحق أن تجيبه وربما لا تفتنه فيجب عليك أن تجيبه، أما إذا سألته ويصبح مفتون فلا قولي لا ترد عليه. وهذا هو اللي كيخصنا حنا هاد العلماء اليوم في هذا العصر، هذا كيخصنا النوع ديال العلماء، ماشي دير واحد القناة يعني فضائية، واحد البارابول في التلفزيون مثلا تحل القناة وتجيب على العالم كله، يعني دير لك واحد استوديو فيه جوج متر على هذا وترد على العالم كله حلال وحرام، لا تنظر إلى أحد ولا تشوف هذا، وهذه مشكلة. السائل يعني المستفتي أو المفتي يجب أن يرى المستفتي، هذاك المفتي اللي يفتي الناس ما يكفيش أنه يجاوب فقط بدون أن يرى، يجب أن يرى. وقد يأتي اثنان فيسألان في مسألة واحدة، مسألة واحدة جايبينها الجوج، ولكن المفتي عندما ينظر إلى الأول والحالة دياله يجيبه بجواب، وعندما ينظر إلى الثاني يجيبه بجواب، لأن يعني الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، حال الإنسان والعرف، حال الإنسان والحال الناس تختلف. أما عندما نجعل فتوى واحدة لجميع الناس هذا خطر. فلذلك عندما تشوف واحد الإنسان متعنت أنت تجيبه وهو يتعنت أو ربما يشك أو ربما يفتن فلا تجيبه. لأنه لا يفهمها ولا يطيق معرفتها فتوقعه في الحيرة أو الإنكار. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ولا تبيعوها أهلها فتظلموهم. معنى الحكمة لا تعطيها لغير أهلها، لأن إذا أعطيت الحكمة لغير أهلها فقد ظلمت الحكمة، وإذا منعت الحكمة لغير أهلها يعني فقد ظلمت أهلها. وفي ذلك يقول يعني العلماء يقول علي كرم الله وجهه حدث الناس بقدر ما يفهمون، ما نتكلم عن الناس بقدر ما يفهمونك. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني لما تجيب حديث غريب وتجيب مسألة غريبة وتجيب واحد الكلام اللي هو فايت العقول ديال الناس، فربما الناس يكذب الله ويكذب الرسول. حدث الناس بقدر ما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ الإمام جنيد رحمه الله قد قيل للإمام جنيد يسألك الرجلان، معنى جوج رجال كيسولوك في مسألة فتجيب هذا بخلاف ما تجيب هذا، معنى كيسولوه جوج رجال كيسولوه مسألة واحدة، واحد كيجاوب واحد جواب ويجاوب الآخر بجواب أخر، مش كيف كيف. فقال الإمام الجنيد الجواب على قدر السائل، قال عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. وقيل لبعض العلماء وقد سأله فلم يجب، معنى واحد العالم جو سوله ولم يجب السائل أجوبش، قال أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من النار؟ هذا السائل هذا كيقول العالم اللي ما بغاش يجاوب، يعني واش ما عرفش بأن الرسول يقول
لأن الإنسان اللي كتم العلم غدي يوم القيامة كيدار ليه واحد الجن من جهنم من النار. اش قال العالم؟ فقال له العالم: واترك اللجام واذهب، فإن جاء من يستحقه وكتمته فليلجمني به. معنى هذا اللجام هذا غير خليه، وإذا جاء شي واحد اللي يعرف وما علمتوش ديك الساعة يلجمني به. أما أنت ما تستحق بجنة. أنت لا تستحق وأنا أجيبك. وإذا جبتك راه غادي نفتنك، غادي تقول لي في مشكلة أخرى. الله مغيث يعني. إذا جاء واحد اللي هو يستحق أن يجاب، أن نجيب على أسئلته، فإذا الساعة إلا ما جاوبتوش فليلجمني بلجام من النار. أما أنت فلا تستحق. يا غير خلي هذا الجام حط هذا الجام حتى يجي الآخر اللي يكون عالم وعارف وبغى يعرف وبغى يتعلم، إلا ما جاوبتوش الساعة يلجمني به. أما أنت فلا تستحق. فلذلك فأما وجهه جهلي عندما قال الإمام رحمه الله: من رأيته مجيبا عن كل ما سئل ومعبرا عن كل ما شهد وذاكرا لكل ما علم فاستدل بذلك على وجود جهله. قال: أما وجه جهله في كونه معبرا عن كل ما شهد من الكرامات وما وصل إليه من المقامات وما ذاقه من الأنوار والأسرار، فلأن هذه الأمور أذواق باطنية وأسرار ربانية لا يفهمها إلا أربابها، إلا أربابها. لا يمكنش أبدا يفهمون الناس كل شيء، يعني الناس عندهم عقل واحد أبدا. ولذلك أيها الأحباب، يعني الخطاب لا بد أن يكون على قدر الناس. أنت عندما تأتي بخطبة ولا بدرس ولا محاضرة وتجيب على قدر العقول ديال الناس أكثر منهم، أنت تفتنهم حتى لو كان ذلك صحيح. وسيدنا علي قال: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وإذا كان الله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما. السفيه هو الطيش، العقل ديالو كيشد المال كيضيع ويلعب به الترسي ويلعب اللوطو ويلعب ما يديرش لي حساب، وجا قال لك ودي سلفني، وانت مطالب ما تسلفوش، ما تسلفوش. علاش؟ لان الله قال: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما. فانت عندما تعطيه تسلف لهذا الانسان فانت تعينه على معصيه، كان تقول له سير العب، سير الشرب، وسير اقمر، وسير عمل. الله قال: ما تعطيش ابدا. اذا كان الله عز وجل نهى عن اعطاء المال للسفهاء فكيف بالعلم الذي هو لؤلؤ مكنون؟ إذا كان المال هذا منعنا أن نعطيه للسفهاء فكذلك العلم لا يمكن أن تعطيه للسفيه ولا السفهاء ولا للناس اللي منصوص العقول ديالهم ذاك، لأنه لؤلؤ مكنون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا العلماء بالله، فإذا أظهروه أنكره أهل العز، يعني الغرة بالله عز وجل. هكذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله جرابين من علم. جرابين، جراب يعني الجراب كانوا يضعوا فيه الكتب، جرابين من علم. أما أحدهما فبتته في الناس، ما نبينته يعني الناس. وأما الجراب الثاني يقول أبو هريرة: فلو بتته لقطع مني هذا البلعوم. أنا مصيبة، شنو الناس؟ ولذلك يعني الإنسان الذي تراه يتكلم في كل شيء هذه مشكلة. لكن سميوه عندنا حنا بالدارجة ديالنا يسميوه معرف، ها معرف، والشلوح ديالنا كيسميوه داد الفهيم، يعني هذا داد الفهيم كيعرف كل شيء، كيكون في الدوار ولا في القريه ولا في القبيله يعرف كل شيء. اي حاجه جا وقال له: ودي خصنا نشوفه، يعني ها المقدم هو اللي غادي يفسر. حتى قالوا قال لك: هذا الانسان
هذا ضد الفهيم أبو عريف. قالك واحد يوم القبيلة هذه كانت يعني متخلفة، ولقوا واحد المنجل، تعرف المنجل باش يحشو، لقوا واحد المنجل قديم طيح قديم مليوح. قالك لما هزوه كيقلبوا فيه قالوا ودي شنو هذا، ما عرفناش شنو الحل. قالوا ودي مشوا عند الفهيم ولا أبو عريف هو اللي غادي يحل لنا المشكل. فلما مشوا عند ولي عم فلان احنا لقينا هذا الشيء، هذه المصيبة هذه طايحة في الأرض ما عرفنا ديالاش. فهو عندما يعني شد هذا المنجل هذا وقلبه على اليمين وعلى الشمال قال له حقا وصدقا بأن هذا الشهر الشهر اللي دزه طاح وهذا يعني الشهر اللي فات يقرر طاح وهذا ولا هكا. فهو يعرف كل شيء، يعرف كل شيء، هذا معرف يعرف كل شيء، هذا جاي. حتى أنه يحكى أنه صلى وقت له وقت صلى لا مازال. هذه نكتة أخرى، هذا معرف كان دائما يكون في كل قرية وفي كل مدينة في كل منطقة واحد يدعي العلم والمعرفة وكل. فكان هذا في دوار يعني لما يجي إشارة شيء إمام في المسجد عندهم فالجماعة كيقولوا ودي احنا ما نقدروش نختبروا، كاين عمي فلان هو اللي غادي يختبرك. وهذا عمي فلان اش عارف؟ عارف البروج والمنازل ديال الفلاحة كيفاش المنزلة وكيف هذه وكيفاش. فطلب مثلا كل ما كيجي كيقول سولوا فلان هو اللي غادي يختبرك، واش تعرف البروج والمنازل وكذا؟ ما طلب ما عارف ايش حافظ القرآن، فيقول لهم هذا ما يصلحش لكم امشي. يجي كل واحد جاء ما واحد يعني الإمام مطور عارف أن ذاك الدوار مزيان، لكن فيه واحد مقدم ولا واحد معرف هو كيختبر الأئمة على البروج والمنازل، مش أقرأ المقنع وحفظه وعرف البروج والمنازل وخلاص. لما جاء قال ودي شرط، قال ودي إحنا عمي فلان هو اللي اختبرك. جاء عمي فلان هذا قال لي تعرف البروج والمنازل حفظهم ليه؟ حفظهم ليش؟ قال لي أنا أقرأهم في اللوحة. قال لهم هذا هو الإمام، هذا هو اللي يصلح لكم، هذا هو الإمام اللي يصلح لهذا الجامع. فشارط هذا الإمام، لما شارط بقى واحد المدة عيط لهذاك السيد هذاك اللي كيختبر الأئمة قال لي أنت عارف البروج وعارف المنازل وعارف كل، علاش ما تحفظش القرآن تولي فقيه تولي إمام؟ قال لي كيفاش ندير؟ قال لي دير اللوحة ديالك وغادي تقرأ. فدار لي اللوحة بدا كيقرأ الحروف الأبجدية اللي في الباء، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، تبت يدا إذا جاء رسول الله، وصليه قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون كتبها لي في اللوحة كاملة. الدراري اللي كيقراو صغار كتب ليهم غير كلمتين ثلاثة، قال لهم تعرفوا راه اللي ما حفظ اليوم راه غادي يتجبد وخا يكون عمي فلان. هو هذا الإمام هذا خصو غير يدوز ليه، خصو غير يدوز عليه، راه اللي ما حفظ اليوم غادي يتحمل وخا يكون عمي فلان. يا هذو كان جات وقت العرضة مع العشرة ونص الحضر ديال النهار، مالي الدوار كاع مشاو للفلاحة، وهذا السيد هذا راه عنده ولاد كبار، مشاو للفلاحة الدوار ما فيه غير عيالات. فبداو العرضة بدا بالدراري هما الأولين، كلمة اثنين ثلاثة دازوا كلشي حافظين. ولما جا نقدم هذا أبو عريف قال لي زيد قل يا الكافرون، اللوحة قال لي قل يا الكافرون أنتم ما تعبدوا حنا ما نعبدوش هما يعبدوا. وبدا كيدور في هذيك الآية أنتم ما تعبدوا حنا ما نعبدوش، ها قال لهم هزوه هزوه حملوه هزوه السيد هذا الفقيه بدا يضرب فيها غير رجلي حتى ما يقدرش الفقيه يهرب، لأن هذاك السيد عنده ولاد كبار. إلا جاو لقى باهم يعني كان العصا الفقيه مشى فيها جبدهم مزيان على هرب الفقيه. يعني الدوار ساق الخبر بأن السيد هذا عمي فلان كان عصا، جاو ولادو هزوه للدار، بقى واحد ربع ايام ولا خمس ايام وخرج من الدار ديالو. الجامع بقى بلا امام، جاء امام اخر اللي غادي شرط قال له ودي حنا ما نقدروش ما نعرف والو، كاين مقدم هذا معرف هو اللي غادي يعرف هو اللي غادي يحل المشكله. صيفط لي قال له ودي راه جا واحد الامام جديد كيفاش غندير، واش نشرطوه ولا لا؟ قال لهم سولوه الى يحفظ سوره العبيد شرطوه، إلا يحفظ سورة العبيد معنى قل يا الكافرون لا أعوذ بك، ما بقاش البروج والمنازل، إلا يحفظ سورة العبيد شرطه صافي صافي حل المشكلة.
الله يحفظنا جميعا ويفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن يعرض عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتموه أنكم في العذاب مشتركون. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.